عدنان بن سعيد الشنفرية، أصالة بنت علي بن سعيد المرهون، شيخة بنت عامر بن بخيت بن سعيد البخيت العمري، سحر بنت خميس، طاهرة بنت سالم بن علي سالم الكاسبية، ابتسام بنت سالم السبع السيف الهنائي، حشيمة بنت علي مسلم وجليلة المهري، خلود بنت أحمد عامر عامر جيد المهري، ميزون بنت عامر بنت تمان المعشنية، حيض الغواص، دينا بنت جمعان بن سعيد سمحان المسهلي، هدى بن سالم عامر المهري، عائشة بنت جاسم محمد علي الكاسبي، حبيبة بنت عبد الله بن خميس السنيدية، ليلى بنت بخيت أحمد تبوك، رقية بنت علي بن سالم الحربية، زهراء بنت بخيت بن سالم جمعة الروتلي، أماني بنت عبد الله بن سعيد السعدية، ومريم بنت سالم بن سعيد الكثيري، درجة الدبلوم إناث الدبلوم في علوم الكمبيوتر، هنادي بنت خليفة بن علي ولد حسن، وداد بن سعيد بن عبد الله سليم الكلبانية، لطيفة بن سعد بن مبروك الجنيبية، رحمة بن سالم بن أحمد الغيلاني، إيمان بنت أحمد بن مسلم المرهون، طفول بن سهيل بن سعيد سهيل العمري، منى بنت عامر بن علي المعشني، ميعاد بنت بشير عرفة بيت رجب، غادة بنت إبراهيم بن أحمد الشعشعي، الدبلوم في اللغة الإنجليزية، ملاك بنت محمد عبد الرحمن الجيلاني امتياز، حنان بنت مبارك علي حمد العلوي، أمل بنت سعيد بن أحمد الشحرية، أمنية بنت عبد الله بن محمد اللحسني، صفية بنت محسن علي العفيت، العنود بنت محمد خميس المعمري، بثينة بنت حامد عبد الله الشرقية، حكيمة بنت أحمد محمد جعبوب، فاطمة بنت سعيد عبيد الزعابية، بلقيس بنت عبد الله بن طاهر بعمر، تهاني بنت ماجد بن مسلم راشد السيفية، شيماء بنت محمد بن خدى بخش، أروى بنت مسعود سعيد أحمد السلطية، ميثاق بنت عبد الله بن صالح آل عبد السلام، نور بن سالم بن حسن بعلوي، الدبلوم في العمل الاجتماعي، خلود بن سعيد بن سيف الجابرية، لميا بنت حامد بن البخيت فاضل، جهينة بنت عبد الله بن سالمين الحمدانية، تميمة بنت محمد بن علي السهيل المعشني، اليسول المهري، فايزة بنت عبد الله بن عوض الشداد، آمنة بنت أحمد بن خميس المريكية، إيمان بنت سالم بن محمد العمرية، قدير بنت فاطمة بن سعيد مبارك رعبوب الشحري، نور بنت عمر بن أحمد الكثيري، زوينة بنت راشد بن خلفان النعمانية، ريهام بنت محمد بن سالم علش الكثيري،
مها بنت جمعة بن حمد سالم الكاسبية، نوف بنت عبد الله بن حميد العوفي، مريم بنت خميس بن سالم خميس الكلباني، مذكورة بنت علي بن سعيد سمحان المسلم، زينة بنت زيد بن علي الغسانية، عليا بنت علي بن خديم المعمرية، بثينة بنت سعيد بن خميس بن دهيش، منال بنت خلف بن حمد الفطيسية، زهرة بنت محمد بن سعيد الخطيب، وندى بن سالم بن أحمد قطن، نشكر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون الموقر وزير الخدمة المدنية لتسليمه شهادات التخرج لكلية الحقوق وكلية الآداب والعلوم التطبيقية. أيها الحفل الكريم، يسرنا الآن دعوة معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني الموقر المستشار بديوان البلاط السلطاني عضو مجلس الأمناء لاستكمال تسليم شهادات التخرج لكلية التجارة والعلوم الإدارية، فليتفضل مشكورا. كلية التجارة والعلوم الإدارية درجة البكالوريوس، بكالوريوس آداب في إدارة الأعمال المحاسبة، هادي بن سعيد بن علي رعفيت امتياز، سالم بن خميس بن سالم البلوشي، عبد بن سعيد بن مرهون السعيدي، معين بن عبد القادر بن محمد الفقيه الحميري، حمزة بن سالم بن عوض بات ميراش جنعة، حسين بن علي، فيصل بن توكل بن عوض النجار، سالم بن محمد بن سهيل المعشني، محمد بن ناظم بن مفتاح بيت مطران المعشني، عبد السلام بن سهيل بن مسلم النقيب، سالم بن مسلم أحمد حاردان، عمر بن ثاني بن كوهيه السعدي، فيصل بن محاد بن علي المعشني، سهيل بن محمد بن سالم همدان المعشني، أحمد بن علي بن سعيد قطن، ناصر بن سهيل بن سعيد بيت سعيد، سالم بن سهيل بن مسلم النقيب اليافعي، عماد بن سالم بن محمد بام خالف، مشعل بن فاطم